ما حكم الذين يدعون على أنفسهم وإخوانهم وأبنائهم بالسوء وهل من نصيحة لهم؟ لا يجوز أن الإنسان يدعو على نفسه أو يدعو على أولاده فيصادف وقت إجابة يستجاب له، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن عليه أنه يدعو لنفسه ولأولاده بالخير ولإخوانه المسلمين، ولا يأخذه الغضب ويدعو على نفسه أو على أولاده أو على إخوانه من المسلمين، لا ينبغي له هذا إلا من ظلم. يجوز للمظلوم أنه يدعو على ظالمه، أما إنسان ما ظلمك لا يجوز لك تدعو عليه. نعم.